مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. كما تعلمون أن فريق دوم ستوديو قد أعلنوا لنا اليوم عن موعد تنزيل الحلقة 23 من أشكيب دي مالتيفيرز، والذي سوف يكون يوم غدا إن شاء الله. ولكنهم أيضا أعطونا العديد من التسريبات والصور الغامضة حول الحلقة لكي يثيروا الجدل حولها. وبعد رؤية هذه التسريبات اكتشفت العديد من النظريات والأسرار التي تخفيها الحلقة، لذلك دعونا نقوم بتحليلها واكشف لكم جميع الرسائل والنظريات الغامضة التي تخبئها الحلقة. وقبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أخيرا لايك للفيديو ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. حسنا، أول تسريب لدينا هي هذه الصور التي نرى فيها عملاق راس السماعة قد كان واقفاً في وسط منطقة جبلية وينظر تجاه شيئاً ما أمامه، ويبدو أنه يريد أن يرفع إبهامه له. وما نلاحظه فيه هو أنه قد استعاد جميع معداته والأسلحة التي خسرها مؤخراً في معاركه الأخيرة، مثل مدافع الليزر والخطافات في يديه والدرع الحامي الذي يلتف حول جسده وساقيه، وأيضاً سماعات السبيكر التي كانت على ظهره. ونلاحظ خلفه في ظهره هنالك مدفع أيضاً، أو ربما أنها قاذفة اللهب التي كان يمتلكها مسبقاً. فإذاً صوره توضح لنا فقط أنه قد استعاد جميع أسلحته السابقة، لذلك كتب عليها دوم ستوديو في العنوان Back to Business، أي عادي إلى العمل. ولا نعلم بعد لماذا هو واقف في هذه المنطقة، ولكن تابع المشاهدة لتكتشف ذلك. التسريب الثاني لدينا هي هذه الصورة الغامضة التي نرى فيها نوعاً جديداً من المراحيض. كانوا يرتدون قناع الجوكر أو ما شابه ذلك، وأظن أنهم أخوه تماماً مثل المراحيض الضاحكة التي رأيناها في الحلقة 20. ولكن هذه الأقنعة مع بعض البحث اكتشفت أن هذه الأقنعة ليست للجوكر بل للهكر. وإذا إمعنا النظر خلفهم سوف نلاحظ لوجود جهاز كمبيوتر، وهذا يعني أنهم مراحيض هكر. ونظريتي هي أن هؤلاء المراحيض قد يحاولون اختراق قاعدة رجال الساعات وسرقة بياناتهم، أو ربما استعادة البيانات التي نسختها المرأة التلفاز من كتاب سكيبيدي أبوكاليبس في مقر المراحيض. ولكن أخبروني بنظرياتكم حول ذلك تحت في التعليقات. التسريب الثالث لدينا هي هذه الصورة التي نرى فيها عملاق الحفارة واقفاً بجانب مقر رجال الساعات الذي يقع في منطقة جبلية. وأظن أن رجل الإسبيكر في التسريب الأول كان واقفاً في هذه المنطقة أيضاً بجانب المقر، وهذه الصورة تبدو مثل الغلاف السينمائي. ولا أعلم أن كان التسريب فعلاً لمشهد من الحلقة أم لا، ولكن ما يبدو لنا أن عملاق الحفار هنا يحاول الدفاع عن المقر. وكما تعلمون أن عملاق الحفارة أصبح مستهدفة من قبل سيدة الظلام التي في مقر المراحيض، وكانت قد طمعت في الحصول عليه، فربما إنها قد تحاول أن تصيبه بفطري لكي تتحكم به. ولكن أيضاً كما تعلمون أن جسد عملاق الحفارة صلب للغاية ويصعب اختراقه، فربما إنها قد تستخدم حيلة أخرى ولا أعلم لماذا. ولكن لدي إحساس قوي أن المراحيض الهكر سوف تكون جزءاً من هذه الحيلة. ولكن أيضاً أخبروني بنظرياتكم وتوقعاتكم حول الحلقة تحت في التعليقات. أخيراً دعونا نقوم بتحليل فيديو تسريب الحلقة، والذي نرى مع بدايته عملاق الإسبيكر كان يحلق وسط المنطقة الجبلية التي رأيناها في الصورة، ثم نراه بعدها قد هبط على الأرض وقام مباشرة بتفحص مدفع الليزر على يده. إذا كان مثبت جيداً فيبدو أنه قد خرج للتو من عملية التطوير، ثم نراه قد نظر أمامه وقام برفع إبهامه. وعندما تستدير الكاميرا نرى أنه عملاق. الكاميرا هو الذي كان واقفاً أمامه، ولكن لاحظوا إلى الساعة العملاقة المعلقة بينهما، تشبه التي كنا نراها في مقر رجال الساعات. فيبدو أنهم بجانب المقر. بعدها تبدأ الأرض في الاهتزاز أسفل أقدامها، وقد خرج منها غبار كثيف، وكان هذا عملاق الحفارة هو الذي ينتقل في الأسفل. ثم نراه قد بدأ في إخراج جسده من تحت الأرض ووقف بجانب العملاقين، وقد كان يبدو قوياً جداً وأضخم منهما. ولا أعلم لماذا هم جميعاً قد تجمعوا في مكان واحد وتركوا المقرات الأخرى لوحدها. فمن المحتمل أن هنالك خطراً يهدد مقر الساعات، سوف نكتشفه غداً في الحلقة. ولكي لا يفوتكم تحليل الحلقة فور نزولها لا تنسى الاشتراك في القناة، والأهم تفعيل زر الجرس. أخيراً لايك للفيديو وسلام عليكم.